باريس تتحقق من تقرير الأمم المتحدة حول كيمياء سوريا. زعيم داعش يخطط لسلسلة هجمات إرهابية في أوروبا. وترامب يصرح الخيار العسكري سيكون يوما حزينا لكوريا الشمالية. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. إذ قالت فرنسا إنها تدقق في أدلة جاءت في تحقيق أجرته الأمم المتحدة تظهر أن قوات النظام السوري استخدمت أسلحة كيميائية في هجمات متعددة في عام 2017 وما قبله. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شهر مايو أيار الماضي بعد أقل من أسبوعين على توليه المنصب إن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا يشكل خطا أحمر ويتسبب في رد انتقامي. في تقرير جديد للأمم المتحدة يؤكد تورط النظام السوري في استخدامه لغاز السارين الذي ألقته طائراته على مدينة خان شيخون في شهر أبريل نيسان الماضي، وراح ضحيته أكثر من 83 مدنيا معظمهم من الأطفال. أكد أيضا أن النظام السوري استخدم الكيميائي أكثر من مرة. تقرير الزميل ماهر أبو لبدة. أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا باولو سيرجيو بينهيرو أنه تم توثيق استخدام السلاح الكيميائي 33 مرة، بينها 7 هجمات للنظام السوري ما بين شهري مارس آذار ويوليو تموز الماضيين. وإن فحص الأدلة يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن القوات السورية الجوية نفذت هجوما كيميائيا على بلدة خان شيخون في شهر أبريل نيسان الماضي. وانتهى تقرير فريق الأمم المتحدة أيضا إلى أن النظام السوري كان مسؤولا عن أكثر من 20 هجوما كيميائيا آخر منذ شهر مارس آذار من عام 2013، وقال إن القوات السورية استخدمت في إدلب وحما والغوطة الشرقية غاز الكلور، وقتل في ذلك الهجوم 83 شخصا من السكان ثلثهم من الأطفال بسبب غاز للأعصاب، قال المحققون إنه غاز السارين. ويشمل التقرير، وهو 14 للمحققين منذ بدء تحقيق المنظمة الدولية، الفترة من شهر أبريل نيسان إلى يوليو تموز من العام الحالي، ويتضمن تحليلات مفصلة عن الهجمات في تلك الفترة. إذ يمنع القانون الإنساني الدولي استخدام الأسلحة الكيميائية في أي وقت كان حتى وإن كان له هدف عسكري، وإن الأسلحة الكيميائية تم استخدامها في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية بما فيها منطقة خان شيخون وإدلب وغيرها، بالإضافة إلى وجود 43 مقابلة مع الضحايا الذين أكدوا خلالها أن طائرة سورية هي التي ألقت قنابل غاز السارين في منطقة خان شيخون، ما أدى إلى قتل أكثر من 80 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات. وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا أن التقرير الأخير الذي أعدته اللجنة يرى أن القوة الأمريكية الجوية لم تتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأهداف المدنية عندما قامت بضرب هدف في حلب في 16 من شهر مارس آذار الماضي، ما أدى إلى قتل أعداد كبيرة من المدنيين. وأفاد التقرير بأن المدنيين في أنحاء سوريا هم أكثر المصابين في الصراع، بينما ما يزال الأطفال والنازحون داخليا من بين أكثر ما يتعرضون للعنف. شدد نصر الحريري رئيس الوفد المعارضة السورية من إسطنبول في مؤتمر صحفي على ضرورة التعامل مع مرتكبي الانتهاكات في سوريا كمجرمي حرب، وطالب مجلس الأمن بمعاقبة النظام على استخدام السلاح الكيميائي. إضافة إلى ذلك، ذكر التقرير بأن الأسلحة الكيميائية استخدمت في سوريا 32 مرة، ارتكب النظام منها حوالي أو تحديدا 27 مرة، منها استخدام غاز السارين بالذات في حادثة خان شيخون. وبالتالي يشكل عدد ما ارتكبه النظام من استخدام الأسلحة الكيميائية حوالي 80% من عدد مرات الاستخدام. وطبعا هذا الاستخدام له خصوصية في أنه أولا ينتهك القانون الدولي الإنساني لأنه يستخدم الأسلحة الكيميائية،
ومعروف بالنسبة لحضراتكم أن استخدام هذه الأسلحة هو محرم دوليا. ثانيا هو يستخدم الهجمات العشوائية في أماكن يسكنها مدنيون دون تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. نظم أهالي درعا اعتصاماً أطلقوا عليه اسم اعتصام مهجري الكرامة، الذي يضم أبناء البلدات والمدن التي يسيطر عليها النظام والميليشيات الموالية له، كمدينة الشيخ مسكين وعتمان وخربة غزالة ونامر. وجاءت هذه الخطوة بعد قرار وقف إطلاق النار الذي أتاح للنشطاء إعادة الحراك السلمي إلى جنوب السوري، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين والعودة إلى ديارهم التي خرجوا منها قسرياً. واعتبرها المنظمون رسالة تؤكد على أنهم لا يسمحوا بإبرام أي اتفاق لا يكون فيه بند عودة المهجرين إلى قراهم وإطلاق سراح المعتقلين. اعتصامنا هذا جاء لرفع المعاناة عن أهلنا والعودة إلى قرانا، وأن يعني يعود للحق يا أصحابه. مواطن يهجر من بلد إلى شيء على أنه إرهابي، نحن لسنا إرهابيون، نحن حضاريون، نحن نؤمن بكل القيم الإنسانية، ومن قال عن إرهابيين هو الإرهابي ولسنا نحن. جئنا هنا نبدأ اعتصاما سلميا مفتوح، مفاده أو نرسل رسالة من خلاله إلى العالم أجمع وإلى المفاوضين على وجه العموم وإلى من يفاوض باسمنا على وجه الخصوص، أن هنا نطالب بمطالب حق شرعتها لنا الأعراف والقوانين الإلهية والوضعية. نقول أن من حقنا العودة إلى بيوتنا، ومن حقنا أن نطالب بالإفراج عن المعتقلين. ليس هناك حقوق أسمى من هذه الحقوق، وليس هناك مطالب أسمى. نحن هنا اعتصامنا مفتوح سلمي مدني، لا يتبع لأي جهة أخرى، لا يتبع لأي جهة عسكرية أو سياسية، هو اعتصام سلمي ناتج عن حراك شعبي لهذه القرى التي هجرت قسرا منذ سنين خلت. نحتاج إلى العودة إلى بيوتنا، نريد العودة وهو مطلب أساسي، ونريد الإفراج عن المعتقلين كافة. نقوم بتأمين مكان المعتصمين من أي خروج، ونقوم بتفتيش المارة إلى الداخل من شأن تأمين مكان، من يكون ما يكون مع أي واحد أي سلاح أو أي شيء، وتأمين من ناحية الطعام ومن ناحية من جميع النواحي، وتسكير جميع المداخل. أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر صحفي في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قطر مستعدة لتلبية المطالب 13 التي قدمتها دول الخليج، مبديا تفاؤله في حل قريب للأزمة، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة سرعة الحل. قطر مستعدة إلى أن تلبي كل المطالب التي وضع المطالب 13 التي قدمت، وتجلس على طاولة للتحدث معنا جميعا فيما يتعلق في الخلافات ما بين الأطراف الخليجية. وكما تعلمون بأن المقدم هو 13 بند، ونعرف بأن 13 بند ليست مقبولة جميعا، لكن لو جلسنا مع بعض ووضعنا هذه 13 وقبلناها، ونحن قبلناها فعلا، قبلت من قبل قطر، نقدر أن نحل 13 من 13 كل النقاط التي هي تضر في خلاف ما بين دول المنطقة، وأي شيء يضر بمصالح أصدقائنا الآخرين. إلى ذلك أكد بيان صادر من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن الحوار مع قطر حول تنفيذ المطالب المقدمة إليها يجب ألا تسبقه أي شروط. وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أنها تقدر وساطة أمير دولة الكويت وجهوده في إعادة قطر إلى الصواب،
كما تأسف الدول الأربع على ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري، إذ تشدد أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحا بأي حال. وجاء في البيان أن وضع الدوحة لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جديتها في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل قصير. 7300 قتيل من الروهينجا في ميانمار منذ اشتعال الأزمة. أحييكم من جديد. في الشأن العراقي، أدت الهزائم المتتالية التي مني بها داعش في العراق إلى تضييق الخناق على زعيمه أبي بكر البغدادي ومحاصرته ضمن مساحة ضيقة في الأراضي العراقية، بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن خبراء ومسؤولين. وبحسب معلومات استخباراتية، يخطط البغدادي لسلسلة هجمات إرهابية في أوروبا انتقاما للهزائم الأخيرة التي مني بها لرفع معنويات مسلحيه. قتلت مسؤولة كتيبة النساء في تنظيم داعش وزوجها في قصف جوي على قضاء الحويجة استهدف معسكرا ميدانيا للتنظيم في العراق. وارتفعت وتيرة القصف الجوي بشكل لافت في الحويجة خلال الأيام الماضية، واستهدف مقرا ومعسكرات للتنظيم، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف أفراده. تناوب قياديون من داعش على ابتزاز ومساومة أسرة موصلية على حياة ابنها ضرغام الذي كان يعمل صحفيا في مدينته، حتى اعتقلته وحدة استخباراتية تابعة للتنظيم بتهمة التخابر مع القوات الأمنية. إلا أن الأمر كان خداعا، حيث أخذوا يستنزفون أموال الأسرة ومقدراتها مقابل الإفراج عن ابنها وعدم قتله. مفادنا إلى العراق حسام الأحبابي التقى هذه الأسرة وعد لنا التقرير التالي. بعد أن تنفسوا السعداء على خلفية تحرير الموصل من احتلال داعش، لم تكن الآلام التي تسبب بها التنظيم لعائلة أبو ضرغام الموصلي قد شفيت من صدور أفرادها، حيث قاسوا الأمرين على أيادي مقاتلي داعش المحليين والأجانب ابتزازا وتهديدا للحياة. أجوا بالليل ماخذين ابني، ثاني يوم الصبح أجاني واحد، أنا بصراحة ما أعرفهم، يعني ما أعرف أسمائهم، قال ابنك انا اقدر اطلعه. قلت له زين انت شلون يعني باي طريقه راح تطلعه؟ ابني لا عنده توبه ولا مسوي له توبه اني بعد. قال حجي انا بالنسبه لي اقول لك انا اطلعه وانا اجيب لك هو للبيت. المقابل شنو؟ قال مقابل 2500 دولار. لم يكتفي مقاتلو داعش من استنزاف عائله ابو ضرغام ماديا ومعنويا، فتناوبوا على ابتزازه ومساومته على حياة ابنه منذ أن أطلقوا سراحه مقابل مبالغ طائلة تضمنت أصدار ما يسميه التنظيم ورقة التوبة مقابل ترك ضرغام لحال سبيله، لكنهم لم يفوا بوعودهم الزائفة فطالبوه حتى بممتلكاته الشخصية. قلت له أخي والله إحنا سلاح ما عدنا. قال أنا ما مشكلتي، ضرغام يبقى هنا يمنا، تجيبنا البندقية وتجيب لنا 400 دولار وتاخذ ابنك. وراها هم بفتره جو قاموا يتحججون عليه، ساوموني هم على فلوس، هم منطيتهم 1500 دولار. جو عليه يوم من الايام الساعه 1 بالليل، دنيا شتاء، دقوا الباب، قال وين ضرغام؟ قلت له ضرغام ما موجود. قال حجي لو ناخذ ضرغام لو تنطينا مسدسك الطارق. قلت له المقابل؟ قال المقابل حتى ما ناخذ ضرغام. قلت له هذا المسدس اخوي، داروا راسهم وشو. طيب نهايه ابتزازهم لكم يعني هذا شنو كان نهايته مع ابنك ضرغام ومعاك انت شخصيا؟ نهايته ان يريدون يعدموه. كان ضرغام المعن كما يعرف في الوسط الاعلامي عمل صحفيا لاحدى وسائل الاعلام المحليه، وهو ما جعله في نظر داعش مستهدفا، فاعتقلته وحدة تابعة للتنظيم تسمى الكتيبة الاستخبارية بتهمة التخابر مع القوات الأمنية العراقية، فتعرض لتعذيب ممنهج بهدف الاعتراف على زملائه الصحفيين. أول من فتت حققوا معايا سألوني على ربع الصحفيين فلان 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 وينهم، كل ما أعرف عني كل شيء عنهم أصلا، حتى اتصال مقطوع بيني وبينه.
قال يعني يشهم مقطوع، قلت له ما أعرف كل شيء. قام فوتوني بغرفة تعذيب كتل وهذه إلى الصبح، ما اعترفت على كل أحد، وفعلا أنا ما أعرف ربعي وين، ربعي كلهم مهزومين خارج العراق، أنا ما أعرف وين. طيب يعني أكو حد كان يرافق هذا المدعو اسمه أبو شهد؟ نعم، فرقة كاملة كانت ترافقه. منو كان تعرف أسماء من عدو؟ ما أعرف أسماء منهم، أبو طلحة وأبو الزبير وأبو هاجر وأبو عايشة وأبو سارة، هيك أسماءهم هم تعرف، ما أعرف أسماءهم الحقيقية بس أسماءهم الحركي، يسمون الاسم الحركي. هذول كلهم كانوا معاه بالفرقة مال استخبارات داعش؟ نعم كلهم كانوا معاه بالفرقة بالاستخبارات مال داعش، واللي عذبوني أبو الزبير وأبو عايشة. منذ الفترة الأولى لاحتلال داعش الموصل سعى مقاتلوه وقادته إلى ابتزاز الموصليين وإكراههم في أموالهم وأبنائهم دون أن يكترثوا لمصير عائلات وقعت ضحية إرهابهم وقمعهم، فكشف الموصليون خديعة خلافتهم المزعومة التي تحرروا منها أخيرا. في اليمن استعاد الجيش اليمني موقعا استراتيجيا من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح في محافظة الجوف شمال شرقي صنعاء، وشنت قوات الجيش الوطني هجوما واسعا على مواقع الميليشيا الانقلابية في جبهة حام من عدة محاور، وقطعت خطوط إمداد الميليشيا في عدد من المواقع. بعيدا عن اليمن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفضل تجنب العمل العسكري للتعامل مع التهديد النووي لكوريا الشمالية، على الرغم من أن جهودا دبلوماسية سابقة فشلت في الضغط على بيونغ يانغ للتوقف عن تطوير صواريخها. وأضاف ترامب أنه في حال لجأت واشنطن إلى القوة العسكرية فسيكون ذلك يوما مشؤوما لبيونغ يانغ على حد وصفه. قالت منظمات إنسانية إن عدد قتل أقلية الروهينجا المسلمة وصل إلى نحو 7300 قتيل منذ بداية الأزمة المشتعلة في إقليم أراكان غربي ميانمار، فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد مسلمي أراكان الذين وصلوا إلى بنغلاديش هربا من الهجمات التي يشنها الجيش في أراكان إلى 146 ألف شخص. ضرب الإعصار إيرما جمهورية الدومينيكان بعد أن أشاع الدمار في سلسلة من جزر الكاريبي وقتل 10 أشخاص، بينما يواصل التقدم صوب ولاية فلوريدا الأمريكية. وأمرت السلطات في جمهورية الدومينيكان بعمليات إجلاء في بلدات على طول الساحل الشمالي على الأطلسي مثل كاباريتي، وهي مقصد سياحي شهير شهد سقوط الأشجار بسبب الرياح العاصفة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير: دراسة تحذر 80% من مياه الصنبور حول العالم ملوثة. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الخليج التي نطالع منها: لقاحات الأطفال تثير الجدل في إيطاليا. جاء في تفاصيل الخبر: قبل أيام من بدء الموسم الدراسي الجديد تثير مسألة اللقاحات الإلزامية في المدارس الجدل في إيطاليا، مع اعتراض مناطق وعائلات على هذا الأمر. وثار الجدل بعد مرسوم أقرته الحكومة في نهاية شهر مايو أيار الماضي يجعل اللقاحات ضد 10 أمراض بينها الحصبة وشلل الأطفال شرطا إلزاميا لتسجيل الأطفال في المدارس أو دور الحضانة. في الصحة نقرأ مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية: نقص العناصر الغذائية بفترة الحمل قد يكون سببا لإصابة الطفل بالفصام. كشفت مجموعة من الباحثين كشفوا في معهد علوم المخ في طوكيو أن نقص بعض العناصر الغذائية خلال الشهور الأولى من مدة الحمل يؤدي إلى تغييرات في الجينات، ما يسبب مرض الفصام. ويعد هذا المرض نوعا من الاضطرابات الحادة على المدى الطويل التي يمكن أن تعطل آليات التفكير والعواطف والسلوك، ولا يوجد حاليا علاج له. وأيضا في الصحة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية: تحاليل للكوليسترول لا تتطلب صوم المريض.
قالت شركة طبية إنها ستبدأ استخدام طريقة جديدة أكثر دقة لحساب مستويات الكوليسترول المنخفض الكثافة لا تتطلب الصوم قبل سحب عينة الدم، وهو تطور يرجح أن يسعد المرضى الذين كانوا يضطرون من قبل إلى الصوم لما يصل إلى 12 ساعة قبل التحليل. صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: مسبار يدوي صغير بحجم قلم يرصد الخلايا السرطانية. خلال 10 ثوان طور علماء مسبارا يدويا صغيرا بحجم قلم قادر على رصد خلايا سرطانية في أنسجة خلايا خلال 10 ثوان، وتسمح هذه الأداة باستخراج جزيئات مياه موجودة في الخلايا من خلال استخراج كمية ضئيلة للغاية تبلغ نحو 20% من حجم قطرة ماء. نعود إلى أخبارنا مشاهدين، وفيها أيضا كشفت دراسة طبية حديثة أن أكثر من 80% من مياه الصنبور في العالم ملوثة بعنصر البلاستيك. وذكرت الدراسة أنه بتحليل عشرات العينات من مياه الصنبور في أكثر من 12 دولة وجد العلماء أن 83% من العينات ملوثة، حيث كانت أمريكا صاحبة أعلى تلوث. كذلك حققت كل من لبنان والهند أعلى معدلات تلوث بعد الولايات المتحدة. أكدت دراسة طبية حديثة أن طول الإنسان قد يكون عاملا مؤثرا على وضعه الصحي وإصابته بعدد من الأمراض. وقالت الدراسة إن القامة القصيرة تجنب عددا من المتاعب، حيث يرتفع خطر الجلطة الدموية كلما كان الإنسان أطول قامة، وفي المقابل يتضاءل احتمال الإصابة كلما كان الجسم أقصر. وتتسبب الجلطة الدموية بوفاة ما بين 60 إلى 100 ألف شخص كل سنة في الولايات المتحدة بحسب المركز الأمريكي لمراقبة الأمراض والوقاية منها. دخلت سيدة أمريكية من ولاية تكساس موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وحصلت على لقب أطول أظافر يد للإناث بعدما بلغ طول أظافرها 5 أمتار و70 سنتيمترا. وكشفت مصادر أمريكية أن السيدة التي تبلغ من العمر 60 عاما لم تقص أظافرها منذ أكثر من 23 سنة، حيث أنها تبقى بعيدة عن الأشغال المنزلية وخصوصا غسل الأطباق. أقامت كنيسة في كوريا الجنوبية حفل زفاف جماعي 4000 زوج جاءوا من 62 دولة، وشارك 20 ألف زوج آخرين من جميع أنحاء العالم مراسم الاحتفال عبر الإنترنت. ويشرف مؤسس هذه الكنيسة على حفلات الزفاف الجماعية منذ أوائل الستينات من القرن الماضي، وبعد وفاته أشرفت أرملته على المراسم التي حضرها 30 ألفا من أتباع الكنيسة والضيوف في المركز العالمي للسلام شمال شرقي سيول. إلى أخبارنا الرياضية. اقتربت تصفيات كأس العالم من نهايتها، واقترب معها الحسم بجميع القارات، وفي الوقت الذي ضمن فيه بعض الكبار مثل البرازيل وألمانيا وإسبانيا العبور بأمان تقريبا، ما زالت هناك فرق تحتاج للحذر مثل فرنسا لضمان التأهل بوقت تبدو فيه بعض المنتخبات الأخرى تصارع على أمل إنقاذ فرصة ليست بالمتناول حتى الآن. وما بين هذه الفرق يبدو أن بعض النجوم سيغيبون فعلا عن كأس العالم. التقرير التالي والتفاصيل. يبدو أن وضعية الأرجنتين تتعقد تدريجيا أكثر فأكثر بالتصفيات، فالاكتفاء بنقطتين من لقاء الأوروغواي وفنزويلا أجبر فريق سان باولي على البقاء بالمركز الخامس الذي سيؤدي به للملحق بحال الحفاظ عليه حتى آخر جولتين. غياب الأرجنتين لن يعني غياب ميسي فقط، بل سيضيف أيضا أسماء بحجم ديبالا ودي ماريا وإيكاردي. فهل نشهد صحوة متأخرة الشهر المقبل؟ حال كريستيانو رونالدو بالتصفيات الأوروبية لا يبدو أفضل بكثير من الأرجنتيني،
إذ تحتل البرتغال المركز الثاني بمجموعتها خلف سويسرا، علما أن الفريقين سيلتقيان في مواجهة حاسمة بالجولة الأخيرة من التصفيات. البقاء بهذا المركز سيعني إجبار البرتغال على خوض الملحق الذي قد يشهد تواجد فرق من الصف الأول عالميا مثل إيطاليا، وما لم تحدث معجزة متأخرة سيكون على إيطاليا خوض مرحلة الملحق. فتقدم إسبانيا بفارق 3 نقاط جعل مهمة الأزوري بالتأهل المباشر شبه مستحيلة، لذا سيكون على أسماء بحجم جيجي وكليني وبنوتشي وفيراتي خوض الملحق لتحديد مصير التأهل. وبالرغم من تواجدها بمجموعة سهلة نسبيا، تتأخر ويلز وقائدها جاريث بيل عن صربيا بفارق 4 نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات، مما يعني أن الفريق سيضطر لخوض الملحق غالبا من أجل التفكير بالعبور لكأس العالم. بعيدا عن أوروبا، تبدو الحال معقدة للغاية في أمريكا اللاتينية، فباستثناء البرازيل لم يضمن أي فريق آخر التأهل قبل جولتين من النهاية. وبوقت تبدو فيه وضعية سواريز وزملائه جيدة بالمركز الثاني، لا تبدو وضعية تشيلي جيدة على الإطلاق بالمركز السادس، في حين يحتاج خيميس مع كولومبيا لتقديم أداء قوي بآخر جولتين للحفاظ على المركز الثالث. أسماء كثيرة قد يخسرها كأس العالم، وبعد نحو 40 يوما قد نعرف من هؤلاء سيخسر حلم التواجد بالعرس العالمي، ومن سيؤجل حسم القضية لشهر آخر. وفي خبرنا الأخير، قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن باب الانتقالات سيغلق قبل انطلاق الموسم بعد أن صوتت الأندية لصالح تقديم الموعد النهائي لشراء اللاعبين اعتبارا من الموسم المقبل. وأيدت أندية الدوري الممتاز تعديلا في اللوائح سيتم بموجبه إغلاق باب الانتقالات يوم الخميس الذي يسبق انطلاق الموسم. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. باريس تتحقق من تقرير الأمم المتحدة حول كيمياء سوريا. زعيم داعش يخطط لسلسلة هجمات إرهابية في أوروبا. وترامب يصرح الخيار العسكري سيكون يوما حزينا لكوريا الشمالية. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. كونوا معنا.